تحروني راقد واعي ابوي من صباح الاخير وكذا ردعت لي بعد كاسين امريكان كوفي وحين عاده وقتك بنزل اغلى الوي بنزل اغلى الوي وبنت يعني مره عن مرتين شو ها والله المجد قرب الله والله العظيم وتبابيني غير سلندرات والله العظيم سلندر ابو 27 ابو 27 درهم تبابين ريولة شوف ما امتنهن ركيت انزين اقولكم واعي اقولكم صباح الله خير واعي يعني متنشط بخير وسهاله وقلت في خاطري ما شي رمسه اليوم وايد يوم بظهر خالي برمسكم بنسولف ان شاء الله انه بندردش معي من الله خير والدنيا مطرجه وراتبها محول يلا بارك الله فيكم صباح الخير كيف حالكم شو اصبحتوا ادهر مصور بالعمان حق ارويكم الويه نهز الاغنام صباح الخير والامور طيبه يعني مسج قبل ما انزل انت وين قلت له انا نزلت له بعد لا بعدني بنزل الساعه 9 اليوم 9 و5 ترياك تحت قلت له توكل على الله تم هدا الحين هنا رياها وعدته صور لي هو في حجرتي من فندق صور لي حجرتي من الفندق ماله يعني معناته انه ساكن في البوتيك اللي كل يوم اشاور لكم عليه اقول لكم ساكن انه من سنين من زمان البوتيك صغيروني اللي كل يوم اصوره المراد قالت رياك تحت الساعة 9:05 توكل على الله هذا في خاطري ابغي اساله منو خيلت عاده قلت ما رمسني بهالطريقة لأنه يعرفني راجعت المسجات اللي قبل يا غير ما ابغى اتذكر المراد نزلت تحت ولا انها الريال عبد الله بن خليف المري هذا الله يحفظكم من سكان رفاع الاول في دبي يا غير يوم انا ظاهر رفاع عمري 7 سنين وهو اصلا بعد ما ولد مسكون ورا بيت قوم خالي محمد وخديه الرفاع الاول الشعبية هو يطري الشعبية اللي في جميرة وانا اطري الرفاع الاول رفاع الاول تبعك ما استويت ما استويت ولا رحت عليه وين بيت قوم حياة شيخة بالتسعيد وبيت قوم الطاير وبيت قوم خالي محمد هناك وبيت قوم عبد الله حارب كل هالجماعة وقوم كلها اهل دبي الاغلبية كانوا في البر هذا المراد عاد يقول لي عدال بيت قوم قلت له وين الحين تتري واني متواعد ويا ياسر على الريو قال لي عيل بحسين لي على غفله قلت وين الحين بتصير لي على غفله الحين وردي ياسي تابع عرفت انك انت بتين تشيركم اليوم ما راح يكون شيء برد بين 10 و 13 درجه الحراره بين 10 و 13 بتخاير؟ لا بنسير الطرف هذا هنا هالحديقة اللي عرفتيها حديقة صغيرة لا بنصير قبل هني فوق هي بناخذ اسبريسو هذا هاي قهوتي وين هذه قهوتي لأيها هاي المكان هذا يعني فرض شبه يومي أيها المكان أنا فايت فيزر هناك عند الريال حد ياس على طاولتي بعد البحر لقيت بعد شباب هني من هالرجيرة ومشينا وياهم ضربة لي هني يلا دقيقة بيك زين ما ببطي انا لا بد ولا عذر عن هالمكان مزهبن هن العشرين بي لا هذاك المدخل هذا اقول لك الورق ها يا غير ورق غليون طلع عليك هي والله غليون يشابه ورق الغليون هي والله ما شاء الله عليه عبد الله المري من نوع اللي تبارك الرحمن رياضي ولده يدرس في امريكا في لندن وكان يتراسل وياي دهر ايام ما بدايته اول ما سجل ولده في دراسه هنا في لندن فكان اعتقد مقيم عنده او شبه يجلس عنده مده طويله فالحين اعتقد بعد ما اخذت علومه من قبضت الطريق نمشي وانا ما فتحت لمجال فقير يارمس هدايه هنا اللي يارمس واني انا عازم انك كيف يعني بعد هاي الحساب تيها
يا ربي انت بعرف انت بعرف انا هتنكل هتنكل الوجه كلها بس عندك الايفل تحط الايفل بلاي خلاص في السيتنجز مالك وتحطه وياها تحط بطاقتك كل شيء وما يعتمد الا على بصمتك والله امن عن الطاقه شوف انت طريتك يا غير ما خبرت عنك اي معلومه لا بنعرف اول شيء علمك وخبارك انا طريت انك ولدك يدرس وطريت هالمعلومات شو المعلومات بتزيد ما شيء في اجازه ترى في البلاد وانا نعم. وانا مستغل الوضع هنا ايوه زين وانت ساكن في الفندق اللي مشاهدني انا زين وتدري اني يوم كلمتك انا خاطري هالريال يتابعني اكيد انه يعرفني ويعرف اني ساكن في الفندق هذا اكيد انه متابع قوي فلذلك سويت الموعد وياك ونزلت وتلاقينا وينا حين جلال كوفي نعم. زين شو مقترحك نسير او وين تباني اسير اليوم اليوم البورتابلو ماركت عباره عن سوق مثل السندي ماركت يفتح في كل ويكند ساتردي والسندي ماركت طبعا هو يسمونه باللغه الانجليزيه تراديشنال انجلش مكان وين السوق هذا التطري ومتى يفتح من مثل متى وانسب وقت متى وشو يتميز فيه السوق هذا بورتابلو ماركت بورتابلو ماركت يفتح في كل ويكند ويكون طبعا هو في الناتينغ هيل جيت او قريب على في سنترال لندن مو بعيد يعني حتى الجهه اللي خلف الرويال جاردن هي هي ماشي مال 10 دقائق ربع ساعه ايوه وسوق جميل سوق جميل مش سوق صنادق يعني هو اساسا مش سوق صنادق ها لا محلات هو محلات موجوده بس في الويكند تفتح اكشاك تابع لهذه المحلات على الشارع نفسه والمحلات تبقى مفتوحه يعني ايوه لكن يزيدون عليها الاكشاك اللي خارج ومنظرها جميل منظرها جميل منو اللي يصير هالاماكن كل جنسيات العالم والله هذه الايام بعد خصوصا هذه الايام ايام اجازات الاعياد طبعا كلها من العالم نعم خصوصا اكثرها من الدول الاوروبيه ايش علي يا وين لكن انسب لان الساعه 2 ونص 3 خلاص عقب ما شيء فايده بعد الساعه 2 خلاص يكون ظلم الوقت فما الوقت المناسب ما بين الساعه 10 لين الساعه 2 ماكسيمم واذا 3 ونص شيء ما شيء مشكله ما في مشكله تكون في مطاعم هناك لكن لك شاك تسكر لك شاك تقريبا تسكر ايوه بيوحينا اليوم اذا الله راد ان شاء الله اليوم ان شاء الله بنسير نحن هالمكان اللي قاعد شو اسمه بورتابيلو هو اسم ايطالي بورتابيلو اولنا حول لا قوة انزين باذن الله ان شاء الله ان شاء الله وهذا بس هذا موسمه الحين بورتابيلو لا هذا على طول شغال كل سبت كل سبت قيض شتاب شيء كريسمس ما شيء كريسمس على طول نعم في مشاريع يعني اشياء زينه ولا يعني خراوشين والله لولا تعدد الاذواق لبارت السلع لا الله يحفظك يا ربي وحمد يا ليتك تدور علي يميني انت معاس مني انزين وليدك الحين في البلاد ها؟ لا الله يحفظه ان شاء الله ابو خليفه الله يحفظه ان شاء الله بيكون الحين وياي لين يمكن بعد 20 دقيقه لين يكون ياسر وخلاص بيصير في الريجنت سريت عاد هنا من اي لين اسير جمات العام كنت اسير يوم جم ويوم جري وحين ابوي السنه خايرت ما في هوي على الجم قلت بريح عمري في على الركيض اللي ما وجه جري راي ومشي سريع راي يا غير الجم لا حج علي من ارض البلاد ان شاء الله عرب وايدين يقولوا لي بس علينا بالحديقه كل يوم تصور في الحديقه ابوي انا ما في اروح والله شياك بنستوي من مشاهير ليش احرنك الله يحفظك اخلاقك الله يبارك فيك وتربيك واسمك وعلمك وخبرك هذا يشهر الادمي ما يشهره لا زيد ولا عبيد الادمي اللي يظهره علومه الطيبه ومعانيه وخفاطينته ودربت واحترامه للعرب يسوى كم انت يوم قلت لي اترياك وانا قلت لك هي والله ان شاء الله من غير ما اعرفك انت منو ما اعرفك على الله يحفظك سبحانك يا رب ان شاء
ركزت اني اجيب هذا. تع تع اي قرب الله تا. ما عندي شيء يعطيك عاده شو اسوي وانا ما ادري ايش بك انك عنبوت المزقروك هي التربعة سرعة تسر ما عندي شيء يعطيك والله ضاري حلمي يقول له تعال يا هي ربع قلت له انا تعال الله يسلمكم صلاح تو مصورينه ومطفين لي الصوره من دبي ما ادري في اي مكان ولا اي منطقه لكن هناك عند بنت حياه اخوي محمد عبد الله خليفه اقول لك ابو خليفه ثقافك وايد عالي في ترتيب الغذاء النظام الغذائي وطريقه اكلك وكل بالقياس والكنوة انا كل هذا اسويه لكن مشكلتي الكميات الكميات يا رجال الكميات ولا من اظهر عاد من الامارات الطم ما تشوف عيني عسبتي لو ترك اركض من ضبي لين دبي ما يخف الوزن شو السبب كميات صح كميات وايد اكل زين شو الحل الدواب ودرها هذا ابوي طروق قاعد هاي سمعتوا ولا يطرون طروق قاعد طروق قاعد هذا هو شبه يوميا جماعه من جده الله يسامحهم طشي اللي مسج بس علينا من البحيره كل يوم كل يوم البحيره سر مكان ثاني ابوي انا ما قلت لك ما انا ما في على الغدا والله وضايقت مني نحن نتابعك يوميا وليش ما تغير المكان خليك نفس الاسم بقى غير المكان انزي ابوي مهر وما غير المكان برنامجي لازم اخذ لف واسير واتسبح واصلي وارد اظهر يعني شو اسوي يعني اصك لين لندن اي وارد اتسبح مره ثانيه بيفوت وقت الصلاه ما يستوي انا اربط عمري اتيم عمري بصلاه الظهر صلاه المغرب والعشاء قبول عند الله سبحانه وتعالى يوم الله كاتب لي نصيب الله كريم يلا عاد برايكم منو بتربس ويا حين انت ابو خليفه ويا منو بتربس انا ما يسلمك اخرتك انا لا ابدا هي شو رايك انا ابي في اجازه هذا الزين شو رايك في اللي يقول لي والله لازم تصير اماكن تفيد متابعينك فيها انا ما اشوف عمري جاي مرشد سياحي ولا اني جاي اصير ما في ولد الحلال ما معلوم هاك اللي بيصير حق سياحه او توه جاي هاي البلاد انا اياها من السبعينات كيف بجلس الحين انا رد في عام لاسير لبقع اللي جيته من قبل انا اتوقع اللي يبغي اي معلومات يدخل هاي جيوغرافيك ولا مال متاحف ميوزيوم كل شيء موجود وحين الله مالك الحد الانترنت متاح قدامك كل شيء بدل ما تاخذ معلومه مغلوطه ولا مشكوك بها تدخل وتعرف كل شيء شو رايك بالعكس احيانا انت حتى الحين حياتك اليوميه في لندن الناس حياتك اليوميه في لندن الناس قاعده تستفيد منها كيف يعني يقولوا الحين وهاي راعي جده تقول لي انت الحين تصور نفس المناظر ونفس الاماكن اللي يصير لها هي زين شو اسوي انا ما احب اسير اماكن غير اسير مكان بعيد ولا اخر الدنيا وعسب الشو انا جاي ارتاح ولا جاي جهاد ركضه شو وراي القوم تروغني انا اسير المكان اللي يوزلي وبصور واللي عايبني زين انا اسوي ما بعايبني شو بيديم الحيله ما بيديم الحيله ولا اروم امثل اسوي اتفلسف واسوي عمري بالعريف اركض من دار لين دير وهيله ان شاء الله حادني شيء كالف لكن انا بقول لك شيء تفضل اللي يتابعك وانت تمشي يقول لهم لا تتابعوني تابعوني يوم بصير مطاعم واسواق عشان ما تزعلون انت لا بشيرك الحين حتى المطاعم عزمت انا ما اصور حتى المطاعم عزمت ما اصور هذا اقول حق عبد الله الله يسلمه اقول له انا احب ارمس هالرمسه وارمس حتى ساعات رمسات عاديه مش ذو اهميه اني يعني ما بلازم اعطي معلومات هذه الاشيرة محطوطة في الوقت الفلاني وش الله حادني ابني ارمس هالنمون وحيد ناس وايدة تستمتع وتنبسط يوم انا ارمس عندها وتسمعوا يسمعون علومي واخباري بالشيء اللي الله قادرني عليه ويعيبني يعني حتى للي في المستشفيات البيوت ويعني الناس الفئة اللي انا ياسا خاطبها مش الفئة اللي تحب
المعلومات الدقيقة اللي هي والله البناية هذه مبناية الوقت الفلاني ولا البرج هذا ساكن انه افلاطون ولا شامبيكون يعني خصني وين طلعت هاي ترى روح حضرت انزين فلذلك احس بمتعة يعني الله مالك الحمد. كم لك في لندن؟ فوق 30 ينصبر عنها هالبلاد؟ لا 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 انا شبه مقيم ما تروم تصبر عن هالبلاد. القط الدوره من كل دار الا هالدار احس بها شرات بلادي لندن. لا انا يعني كل اجازه لازم هي. يا اخي ما تروم تصبر لو تسير شرق ولا غرب ما تروم ما في مقارنه بينها واي الشعب عندهم الشعب الانجليز مسالمين ذو ابتسامه خدومين من اروع ما يكون تبارك الرحمن. جريب الحين نوصل دوم هذا طريقي انا وخاف على شيرتي هاي الشيره يسمونها الشيره المستحيه كم مر كل يوم هذه في هالشيره هاي تشوف انت يوم بتينع بتغدي ورقها خضر غادي شيء غير نمونه لا صار ولا سوى ده انا كل يوم ايوه تريق غير ما اخبركم شو هذا ابوي جبنه اش اوان ويا زعتر داخل هاي روحه شيء حار عاد ضوء جبنه اش اوان ويا زعتر يسوونها شيء بهذا التوستر وهذا الفول هاللي انا احب بهالطريقه مهروس وفنان وحامي وبي هذا وهذا وهذا كل يوم لين خلاص هو غدا وهو عشاء وجبتين تقريبا وحليب كرك الحين وياهن هذا شكل انا ما استعمله في ابو ظبي غير هنا محتد وياي هالبطل اللي تشوفونه علي سلام عليك جود مورنينج هاو ار يو ما شاء الله عليك جود مورنينج دكتور صباح الخير والله ابرك كم ساعه اشوف هالصباح والله مليون مرحبا قرب دكتور جتنا العلوم انك تريقت في فندقك وانا ياس اترياك دكتور على الريوق ما الله كاتب لي نصيب على الله يحفظك يبارك فيك ان شاء الله علي ايش رايك اليوم في هالبادره اول مره من جيت لندن اطلع بيزات من جيبي الحمد لله سبحان الله هي والله كل ماي لا هب عسب شيء يصدف بالصدفه ان اللي انا وياهم يحلفون اني ما ادي اليوم انا جاي قبلك فانا اللي اديت يقول كنت بغي ادي هو على فكره غير انا قلت له ما تدي هو عاده يباها من الله وسيدي قال زين ما قال لا تريتي حلف بغيتي حلف ما فييت عيست وانا احط ايدي جدا المخباية واظهرها ادور اول البيزات ما ادري وين هو ابدا اذن طين واذن عيد وهو مسوي عمري 46 له هو عندك والله مليون مرحبا اي نعم كيف حالك؟ قبل يوم اسافر هل ايش يقولون؟ ايش حالك؟ ايش اخبارك؟ ايش البلاد؟ الحين اول ما اتصلهم وين خالدي؟ دور خالدي صور خالدي صور محمد ما اعتمد الا لخالدي جزاك الله خير وانت رد السلام عليه ان شاء الله يوصل ان شاء الله الله يحفظك ويبارك فيك يلا مع السلامه بن عزيز ضروري لا تمل وعمرك تعال يا خلاص تظهر ابو محمد مساك الله بالخير كيف الحال ليش مبورك ما تبي تظهر في الصوره والله مرفوق عليك ولا شيء مرفوق علي منو رافض عليه الرجال هذا ما عنده سالفه ما يبي فيه هو شريك انت ايش حالك انا رقم واحد انت ريال زقرف وتكيت بس الحين صدق تقولون شارد من ابوك لا صدق لا الحال الله يسلمك ما شاء الله مطاقبين نحن مطاقبين اي ما شاء الله عليك على الله يحفظك كيف انت وين الشباب عيال شوفوا خاتلين خاتله حد تلقطهم هاي لك هم اللي خاتل شاردين عن هاليتهم الله يستر اموركم يلا الله يسلم على الرب زين يلا تعالوا 1870 يعود تاريخه من اقدم الاسواق الشعبيه في العالم من اقدم الاسواق الشعبيه ومكان في نوتنغ هيل جيت وبعد شو بعد بس خلاص فنان وسوق وغاوي وكل يمدحوا وايدين ساروا له يا غير سيرتي انا مختلفه عاد عن كل سيره كل حد عاد ولا لا يا رك الله يا ابو خليفه هو عباره عن خليط من الاكشاك والمقاهي ان بقيت الصراط ان بقيت التمشيه ان بقيت المشاري من كل ما تشتهي نفسي هذا على ما قالوا وعلى ما سمعنا يشوف العين بعد اللي ما شفت ولا شايف بخليفة بنشوف ان شاء الله
جواب ابو محمد بيتواصل يعني. والنقد اللي ناظره قريبه. ما بغدا انا الحين بعد شويه الله راد. انا ما جديته في الكريسماس بس المفروض يكون فاتح. ان شاء الله. يعني مسج من ساعه يقول كل ما حط رالك شيء قلت انت ما اعرفه. كيف انت تقول في لندن من السبعينات وانت ما تعرف؟ هب قضيه ما اعرف، قضيه ما حفظ الاسامي المسميات مالات الشوارع ومناطق هنا. انا ما اتذكر، انا مخي ما بسمونه يتذكر كل شيء. انا انسى الحين اوادم كبرهم انساهم. اتذكر اللي رابي وياه، اللي عايش وياه، اللي كلت شربت وياه دهر، بعد حد منهم اتذكر له شكله، ما اتذكر اسمه، ما بالك بتذكر سوق ولا قريه في من 30 40 سنه يعني ما بتذكر الاسم. يا غير من اسير واوصل بخبركم كان جيت الاولى. اقول لكم الموقع هذا شفت وانت ظاهر من اكسفورد، تخلي اكسفورد في ظهرك وتظهر سيد لا يمين ولا يسار، تخف على سكيتنج وكوينزوي ولا اخر شيء، تيك اليافطه اللي على اليمين مكتوب عليها نثنج هالجيت، تدخل على اليمين تظهر سيده. ولانك انت ابويا شوف العالم هذا، كل هالعالم ابوي سايرت له، كل هالعرب هاي هالسواح كلهم سايرين له من كل حدب وصوب. بعدنا الحين ما وصلنا. انا ما تديته اتحرى عندي تشدي جاينا، يا غير ما تديته انا مستحيل اني تشدي، لو جيت بتذكرها كان ما تديته ابدا ما تديته. هذا مطعم 90% للريوق، فارم جيل يعني حديقة البنات بما معناه. هذا شوف العالم، هذا شوف خارج كلهم يتريون السيد، ويمتاز بس الريوق، اللي أغلبية الريوق بس للريوق. من الأماكن اللي من نادر تلقى لك مكان إلا بالحجز، والعالم كلها تعنيله من كل مكان يصيحونه يصيحونه عاد اللي يوه، وهذا واحد منهم بقليب اللي ما يخلي شيء. ساعتين طابور عليه داخل والله خيبة. شو تسير يا ابو وينك؟ وين سرت؟ اقول يعني ما تريق يوم اللي بسيل بيقول لي تريق تعال بعد ساعتين ولا ثلاث. والله العظيم والله هذا هاي شغله يعني روح. هذا بعدنا نحن ما وصلنا السوق ترى قدام. هذه بداية عادة. كلها اكشاك، كل بيت من هالبيوت اللي تكون الملونات تحت دكان مال ذوي الدخل المحدود. الايام العادية دكاكينهم داخل، اليوم بس مصرح لهم يظهرون ببيعتهم خارج. اللي يبيع برانيط واللي يبيع قفافيز واللي يبيع ما ادري شو، يعني كل شيء كل ما تشتهي الناس موجود عندهم. شيء طبيعي ما بوفر اصور الدنيا هاي كلها يا غير، يعني شيء فنان. اخير علي لسه الفنادق ورا هذا الا من سلفرج لين غير سلفرج، يعني التغيير زين بين فتره والثانيه. الواحد يظهر يجي فريجه كان ويا اهله ويجي ويا ربعه كان وياها صدقان، شيء جميل يعني التغيير. هو على تكاليف سوق اللحد، يعني على تكاليف سوق اللحد، ما مش مستوى شبربوش يعني ابدا ما يخص شبربوش. على تكاليف سوق اللحد الاول في الثمانينات، لكن هذا على اجمل وارقى. وشوف 90% كله انتيك عندهم. هو اصلا معظم المعروض اللي عندهم كله انتيك. اتوقع اللي في المحلات اللي من غير نعم بلا خالد الخالدي. يا ربي يا ربي يا خالد، اللي بعرف نص المكوين عرفتيني. تعال 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 كيف ها قول نعم نعم كيف حالك؟ خير. شو اسمك؟ شو انزين بلاك مبين بلاك زعلان وانت شو اسمك؟ والله وين الحبة؟ بلاك ما حبيتني؟ ايوه حبيبي براي براي. انتم من هالكويت؟ لا بريبي. والله والنعم طلعوني حبايبي اقزوز منفخات مسك مسترات هذه مالتنك. يلا حبيبي
مع السلامة. الله يحفظكم. زين عاد الله يسلمكم. الحين عبد الله مطرشين الاعتراض من البلاد ومن غير البلاد. ليش قلت حق خالد انك انت ابو خليفة؟ ليش ما قلت له اسم ولك العود؟ قلت زين ابوي الغلط منك، ابوي الرجال ترى اسمه ابو المر، اسم ولده العود المر، وانا قابض انه ابو خليفة وابو خليفة. عاد اسمح لنا يا المر ابوي اسمح لنا. خلاص ما بنذكر ابوك الا ابو المر. لا ابو المر شو مقترحك انت للي هالبقعه؟ شو تشوف شو اللي يميز هالسوق؟ بالنسبه للي يحب الاثاث موجود، هي اللي يحب الانتيك، اللي يحب الملابس، حتى اللي يبغى اكل بعد موجود فيه، خليط من كل شيء فيه، مطاعم ومقاهي واكشاك. نعم. ومطاعم بعد راقي، مش اي مطاعم، في مطاعم راقي. نعم. مجوهرات، حتى المجوهرات بعد، حتى المجوهرات الستريت فود، اكل الشوارع بس يعني نظيف. يا ربي الصهوة والله وريح تخنين كانت تبصد. والله ما تشتهي الناس، وارخص الاثمان رخيص اشياء بلاستيك. المشكله كحي وانت ظاهر من لندن، الوزن يا رجال، الوزن يردك دون العيش حر. والله ولا يجيبها الحلول من بلاد بعد. جميل والله المكان، ممتع 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 ممتع. ما بتحرى سوق مال خمام السوق فيه لو شيء، كل اشياء زينه، كل اشياء زينه، لكن بك عاد الوزن هذا اللي يخليك تتروع، هذا اللي يخليك تتروع الوزن. خيف شنك بالعنق، هذا كله ابوي اصواف، كل شيء تباه صوف، كله خدمه يدين. يا سلام سلم، هذا خدمة بدوهم، خدمة البدو مالهم. شوف الخدمة، الخدمة الولايتية كل مال يد. يا الله بقي ينبي أبو كلول بس أنا هذا. طيب لا يا سلام سلم. لا والله اللي زين فوق عن الزين هالمكان. اي يا الياسين تحومون هناك نص البلاد، تعالوا وياي وجري في عين الماء. لا بن بعيد ولا شياته، مكان ممتع والله، تمشي في روح هاي سوالها ساوية. والاماكن مال الحلال موجود، ها ذباح، تويسات، ديات، اللي تبونه. مال مير خطفنا على كذا مكان اللي يمير بيته مثلا ولا شياته، هي بويها الاماكن يمير بيته لين يطفح منه ويوه البيبان. انت شو جاي تسوي الحين؟ يا صورني وياها النهايه. لازم نصوركم محمد ويا الانتيك. اي والله اعطيناك من الاشياء الجديده. الله يحفظك. الله يسلمك. كيف انت؟ طيب الله يسلمك. عاد انا عيبني اير وقلت لهم شيء زاهد؟ قالوا ما شيء ولا شيء فنان والله. صوف فن الصوف الغير مبلغ خاص يعني على 700 و800 مش بيت. انا طالع بين الاغراض طلع لي ابو محمد. اوكي ديزاين. اي ثانك يو اند وي كان اوردر فروم ذس وان. ثانك يو احمد بن خادم المهيري والقم بن عري يرانا الاول في البطين. هم اجدم يرانا لنا تقريبا 27 سنه نحن متياورين وياهم 27 سنة، ما يانا منهم إلا كل طيب وحتاتهم ورد، ولو بيسخنون الملحار سمو بينه وبينهم. الأول حياة يده خلفاني على الله يغفر له، وأمهم ويدتهم ويدودهم كل بيطتهم من 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 صفوتها للدار على الله يحفظهم. بارك الله فيك وفي هلك، وان شاء الله تظهر مشابه هلك يعني انت ان شاء الله. على قولتهم قادم الا من احسانك، الا من احسانك. الله يحفظها. سولف وياي اول بعدين انت منو؟ انت منو الحين؟ الحين نسيتني؟ انت عقد هلك شمو بنعرف؟ نسيتني انت خلاص. ما عليه خبرني انت منو والله. اليوم مصورني. والله انت منو نسيت والله عليك ذكرني؟ ولد بالحر. ايوه تعالوا كم هاجموني يوم قلت انت ما فيك شبه من حمد. قال ابوي ابدا طبق الاصل. صدق؟ هي والله يقولون كلهم يقولوا لي انت شابه خالك. لا والله انا ما اشوفك شابه ابوك. جليل يمكن شيء بسيط يعني.
فيك من قوم محمد. والله محمد بن ثاني؟ هي نعم فيك 100% من محمد. محمد بن... والله العظيم من صدق انت خالك محمد. هنا في ذمتك زادك ابوي ابدا ابدا محمد بن ثاني لا شريك لك. محمد بن شو يقول؟ تعال 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 يا ريت تصور شو يعني تعال يا رجال خف علينا خف علينا ياي ياي هاي تعيدون منو اللي امسات كان يخب في الهايد بارك بن دس هناك ما بطاع يظهر غير بلاته. تعال ياي بن هزيم العرب كلها عرفوك. يومي ياسير بقى وقلت له هب العود يخب العود هذا هو يعني يخب العود وحين ناق مني ليش تقول يخب العود والله العظيم هالعرب غير نمونة تاز. هذا الكوفي اللي تقول عنه اول شو اسمه؟ ايزون. ايزون كوفي اسمه ايزون. شو شو بلا شو شو يميزه؟ تخصص قهوة. وين مكانه؟ في محمصة وهم يسوون قهوة. وين مكانه؟ في شوردج. بعيد؟ تقريبا. لازم تاكسي. لازم تاكسي. قطار. قطار؟ أنت غلطان. بييك أنت يا لندب ولا بيي هالمكان ترى غلطان. اللي بيي ولا بي وصل هالمكان 100% إنه غلطان. مكان جميل وممتع وممتع بطريقة ما تخيل وثارة ما بصغيرون يعني. وأمة لا إله إلا الله قديم يعني من أقدم الأسواق الشعبية في أوروبا ما أدري كم 100 سنة عمره غير أنا ما أعرف على كثر ياياتي أول مرة هي أول مرة هي ويدعي يا ابني أنصح اللي بي هل هل لندن ضروري إنه هي على كل حال ولا يفوت. ها ها شوف العالم ها أمم أمم من جميع الجنسيات وكل أشياءهم رخص التراب وزقنا وايد المكان يرزق ويستاهل من يعنيله ناتنج هالجيت وايد جميل وفنان. إن الله يحفظكم بنسير سلفريدجز عندي شوية تشغيل هناك وخلاف وين بنسير من عقب سلفريدج بنشوف لنا بعد بريفنشن يعني الحين ما بنقول لا لأن الحين ما قررنا أي مطعم بنتغدى ليه تشوفه المرة المرة كم عمره؟ المرة الحين 25 24 25. تبارك الرحمن الله يحفظه. يداومه؟ يداومه. وين؟ يداوم في الإيران الإمارات. ما شاء الله. أنت بكبرك صغير كيف؟ أنت معرس كم عمرك؟ أنا معرس هذا السر ما أقدر. بس صغير. هي لكن دوما أقول حق الشباب اللي عرس وهو صغير. يقدون عيال طوله يوم هو في عز شبابه. نعم. نعم. انا حاليا عيالي بالثلاثينات ما شاء الله. ايه عيالي بالثلاثين وانا معرس صغير فلذلك يعني يكبرون وعيالك وياك تصادق وياهم يعني سبحانك يا رب. لا لا انا يعني اخويا وياي. ايه ما شاء الله يا الله يحفظهم. سائرا بخصوص السلفريدج تحدون البراند ثمين مخبرنكم اني انا خدت منه وجايز لي وخدت بعد والحين بس قايلين لي شيء عندهم نوع سبراي للشعر جايني مسج من السعودية ان الماركة هذه فيها سبريهات للشعر فيها في نوع من الكرياتين للشاينينج ومغذي للشعر شيء في منتهى الروعة وحين عاني على اساس اني بطالع بتأكد من هالمعلومة. هم قالوا لي هاك اليوم ما وحالي كنت مستعيل لي وياي كانوا مستعيلين ما وحالي لا أصور ولا أتأكد منه. شيء اللي مسج قال لي والله أنت اليوم لبسك مثلها ما قوم المغول والتتار. شو مغول والتتار؟ والله العظيم ما أدري هم منو متفاجات هن حريم هاي ما ظني ريايين هن هاي الأمهات الانتقادات ما لا بمغول ولا بتتار تتر الله راسك إن شاء الله تتار مغول والله روح محل خطفنا عليه عند جواتي فنانات مالات رياضه شو اسم المحل اسكس اسكس امس انا اخذت منه واحد في منتهى الروعه حق الجري وبعد ترم تلبس على الجينز واسعاره موافقه موافقه. معلومه يقال ان شارع اكسفورد هذا كامل بيتسكر ما بيستوي مكان للباسات ولا للسيايير بيستوي كله ووكينج ستريت كله مشي يعني
للساير والياي كل مشاي، ما حد ولا جنس السيارة بدو هذا يشوفونه وين يمشي الباسات، هذا بيسوي كل ممشى. أتوقع راح يكون أحلى بمليار مرة، 160 ألف درجة بيكون أخير، جميل بيكون الشارع أجمل من هالوضع اللي هو فيه. وترى الشوارع ترى شرق وغرب والنصيفة بتازم أبويها كلها أوادم تمشي، بس وايد جميل. هل تعلم ان ما تدياني حد من ربع وقال لي او اي حد من اتلاقى وياه انه ابوي من معجبينك؟ نعم والله كلهم يقولون. نعم شو كلهم من معجبينك؟ لا يقولون امي. امي هي والله. ليش شو السبب؟ لانك فنان انت الصراحه فنان، الله يطول عمرك ان شاء الله. عمرك تحياتي لك هالعين. نعم هالعين والله يخليك الله يسلمك. تحياتي لك وللوالد والاهل وكل من يعز عليك. شو اسمك انت عاد؟ حمدان. بس حمدان ولا حمدان وكبر؟ حمدان المحرم والله والنعم. اليوم اليوم الهي، اليوم اليوم الهي، اليوم اليوم الهي. انا كنت مخبركم قال لكم اني ابي حق قسم عطر ثمين، وقال لكم ان شيء عندهم سبريهات للشعر، السبريهات هاي للشعر في داخله من مكوناته كرياتين وزيت أرغان زايد فيتامين بي 5. كل الأنواع هاي كل نوع يختلف عن الثاني. مثلا عندك النوع الأول، هذا النوع الأول اسمه كيكوك، عبارة عن ريح نفس مع المكونات هاي فيه يمتاز بريحة الياسمين، واللي عقبه عنبر روم، يعني عبارة عن ريحة عنبر زايد المكونات اللي خبرتكم عنها. والثالث كاف الله يحفظكم اسمه كاف عود، يعني العود المنحوت، العود المنحوت ريحته ترد بعد شرات العود. يا غير الرابع عود زايد عنبر اسمه ريفير، عود زايد عنبر. وكلهن الاربع تنواع السبريهات اللي على الشعر يمتازن بان فيهن فيتامين بي 5 زايد كرياتين زايد زيت أرغان، فشيء من الاستحالة أنك تلقطه في سبراي للشعر بهالجودة. زين روعة، يجنن يهبل وايد عجيب. فعادة الله يسلمك من النوع من النوازع أنك تلقط شيء سبراي للشعر يكون فيه كل الخواص هذه، الفيتامين والتغذية والكرياتين والبي 5. يعني من الاستحالة انك تلقط كل هالاشياء متجمعة في مكان واحد تبارك الرحمن. فلذلك ما شاء الله ناجحين نجاح مبهر، وشيء يعني وايد ضغط عليهم تبارك الرحمن، وشيء جميل. ولو ما كان جميل مستحيل تلقط المبيعات بهالكمية تمشي والعالم هالكثرة ثيامة عندهم. أكثر محل استوى فيه مبيعات في تنفية تلبس هو المكان هذا مال براند ثمين، لأن كل بضاعتهم في منتهى الروعة، شيء جميل وفنان. وأن حصري سلفجز only سلفجز حصري سلفجز حصري حصري يا رك الله. Shaku Maku. This is in Kuwaiti. In Kuwaiti, that's how right. How did you learn all these things? From customers. I mean, all kinds of customers from everywhere as well. The most of them joking. Yeah, they're joking. They say Shaku Maku. This is the life. Yeah. To be more fresh, you have to smile. You do, don't you? It's about being fun, isn't it? Hey, welcome. Why is hello? Hello. You've been to Dubai? I've been to Dubai, yeah. When? In March, actually. It was very good temperature. Not too hot. How long you stay? About... It was... Yeah, the Burj Khalifa. Yeah. Yes, that was so good. Oh, it's cool, though. And you can see Dubai it Mall. Everywhere. Dubai Mall. Pardon? Dubai Mall. Yeah, and old Dubai as well. Global Village. That was one of my favorite ones. Like, nice, Global Village. I got a good white musk there, actually. Inshallah. Also, you will go to Abu Dhabi? Oh, yeah. One day. That's my next on my list, that is. Inshallah. 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 Thank you. Thank you. Here, Allah, I have 24 mudrab. 24 mudrab.
من عطر كمين بيتنزل انت كهدايا 12 مضرب قبل راس السنه و12 مضرب من بعد راس السنه للي هم مقترحهم مقترح اللي عندهم عطر ثمين من سيلفريد يقولون نزل 12 مضرب قبل نهاية السنة و12 مضرب بعد نهاية السنة وبيتم الاختيار عشوائي للي بيتبعوني في الانستغرام الانستغرام مالي بيختارون 24 نفر 12 منهم قبل و12 منهم عقب وبيتواصلون وياهم روحهم هل بالشركة وبيطرشوا لهم عطرهم وين يكون في اي بلد في اي قارة في اي مكان موجود في العالم شو رايك صدحي خذت من هذا ثلاثة موجودات بيتم من عندهم عند ثمين فاول بيتم اختيار عشوائي للي بيتبعون على الانستغرام اللي بيتبعوني على الانستغرام بيطرشون لي عنوانهم على الانستغرام على الخاص وبيستوي الاختيار وبطرش عنوانهم على شركة ثمين فهم روحهم بيطرشون لهم عطرهم في أي مكان وأي بلد تكون تقول ما قلت لكم يلا بس عاد علي راسي يعور كثير ما رمس Now you give me your number That's right And we will choose I will send for you the name and the contact number and the address for the people who will follow me and you will send it to yes from the gifts which you've just bought we'll send them across inshallah thank you very much no worries thank you thank you very much thank you very much and George where are you thank you there and happy new year happy new year and happy everything happy everything masalama thank you Are not closed. No, we're open tomorrow. Yeah. Tomorrow right. and after tomorrow. All the day, oh, even the New Year. New Year as well. Yeah, we're open then too. Voila. Voila. You know, I thought you closed the New Year. No, we don't even get a break, Brett. I know. Thank you very much. Thank you. Bye bye. مفروض إني كون واضح عاد. ما بطايع غادي واضح. منظر جميل وعجبني. واللي أحسن عنه إني أنا في النص. سايرين يا الله يحفظكم نتغدى. بيوديني مطعم اسمه جودمان جودمان هذا مطعم عندهم اللحوم المحلية لحومهم وهذا يعني ماخذ رقم واحد في جودة اللحوم من حيث النوعية تبع الستيك هاوس صح ولا ايه تبع الستيك هاوس يلا بخبركم على بابا فيكم خلاف المستجدات المطعم الايطالي اللي مكمل يوم سائر اليوم ويا الكويتي اتضح ان الريفيو اللي عند اللي انا اكلت من قلت لكم رقم واحد طلبت صحنين ترني حتى استعيبه هل بالمطعم اول مره حد يجيني يطلب نوع واحد صحنين كذا ما هو عايب اني يوم خبرت الكويتي قال لي خالد هذا ماخذ اول الاول على العالم تصنيف في خدمه الريفيولي يعني ما اقول لكم انا كانهم يدروب اني انا فنان وما تصلح لي الصوالح قالوا يا ابوك برقم واحد هذا الريفيولي وتصنيف عالمي انما اخذ رقم واحد عندهم هنا المطعم المطعم فنان مش مال مال انجليزي يعني مش مال عربي يعني هاي شوف قال لهم طريقه تقديمها مش مال دلع ومال تشو جل عندهم انواع وايد كل لحوم اخترته what was my order a ribeye اها And a chili, garlic, spinach, uh-huh. Okay, what about my steak, I mean? It's a ribeye. Ribeye, 400 grams. 400 grams. What is the difference between this one and this one? What I want? It's sweet, uh-huh. And it's also very soft. And the meat, is it? It's sweet. Thank you. No problem. Thank you. Water? Yeah, still. Yeah. يقولكم مطعم فنون بين حينة اللحم بعد ما طعمته ولا شفته تكلم المكان مبمال بوم كتشرة يعني مكان مع الناس فنانين هادين مال زعيج وبغين ما ينفع يا ربي حلف الدنيا يبقى مكذري أنا ما علي على طوفوا عاد انتم هذا ابوي الطلب هذا الستيك مالي أنا وهذا الاسبانش مالي أنا
وهذا اخوه اللي طالب منه زين طالب مع هذا وهذا الصوص ماله ثانك يو قال لكم محب يعزمني بصور قاعد السبر يرمس في التليفون وانا قابض اصوره والله مليون مرحبا ابو محمد والله تو ما ما ما, ما اسفر المطعم انا زعلان ليش يا اخي ما صبحت بويهك دشيت بويهك اي والله يا جيد لا عليك الرحمن الرحيم كل ما منك زين يا ابو محمد الى خلا ولا ادمي على الله يحفظك يطول بعمرك يا ابو محمد ولا يخلينا منك يطرح لبركة إن شاء الله في بنت هامل والعمر الطويل لها المديد هي والبنيات عيالك وإخوتك ولكم أنتم بعدين المتابعين مثل ما قلت لكم Thank you very much It was very good food Delicious يلا Thank you بالمر المطعم فيه منتهى الروعة والأكل أكثر عن لذيذ يعلى بالعافيه زين شو قصه المطعم هذا من هو رواده هذا ابوي الرواده الارستقراطيين الاجانب الانجليز يعني ايوه فاقولكم المطعم ما بمال اتي ومال دلع لا هذا مال اتي وانت فيك يوع تتعشى ولا تتغدى وتظهر المكان فوق عن الزين لكن مش مال دلع كيف افهمكم يا عم ما بمال يعني تسميتات وما ادري شو لا ما الناس ابوي ياركم الله زين بالمر ابو محمد شكرا الله يحفظكم محمد الله يحفظكم في مكان فنان رقم واحد ماشي شراته كرم بسريت تونا خطفنا من قدام ليبرتي قالوا لي بلاك ما دخلت ليبرتي قلت ابوي لا تدخل السوق لعت مفلس يزيد الغبن يا جليل الدراهم والمفلس معناته ما بلازم الانسان اللي ما عنده شيء ما عنده شغله نعم. مالي مهره مكان مال حريم شو اسير اسوي فيها انا ادور عقلي انا لا ايش رايك انت يا ابو المر كان كلام عدل صحيح نعم صمت الهدف انا ابو محمد ولا لا جدا مشكور يا جزاك الله خير شكرا ابو محمد أيوة. بارك الله فيكم سلطان عبد الله سعد السويد وهذاك منو ها؟ سيد السويدي زين واحمد الرميفي والله وانا وانت مجهول الهويه ما يس والله ما شاء الله البطين كله ابوي في كرنب ستريت واحد منهم زين ما شاء الله لا انا الاول البطين كنت ايه الاول الحين ابوي ما تبغى انا ظهر لا ظهرت ابوي المحل يعني لا ما يطيع زينك انت البطين ابوي ايش يعني اسوي عاد يلا الله يحفظكم ويستر اموركم رد السلام حبيبي الله يحفظك عاد يتفرع من كرنب ستريت يا ابن الله يسلم ابو المر جدا كوفي يصيحون منه يضربوا ما اعرف شو اسمع ايش دراني بها انا ايش اسمه شو اسمه ياسر مخدي اسمه ايه يا رك الله شو الخارجي والداخلي والكوفي والكوفي صدق والله صدق والله راسمه عندي غالي ابو المر شو اسمه ديبارتمنت اوف كوفي ايه سوشيال افيرز يعني شوف انت مؤسسات الكوفي يا رك الله يا ابن خدي للشؤون الخارجية والداخلية ما شاء الله صفر سبعة لا تبع من ابو محمد؟ شو ابو محمد؟ هل نصرى وانت شوف ها الليتات والدنيا اصري الدنيا كلها تلب 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 شاه ياسر ايش رايك؟ معاريس والله يا ابو اخوي انا حياه شيء جميل شيء حلو والله ها كرنب ستريت اللي بعد لندن ولا اي كرنب ستريت عباره مايه اي والله ها كله اساس مال شو اسمه هو؟ والله الا فنان هذا كرنب ستريت اخير عن ابوي اللي يلسف المولات والاماكن المغلقه
والله اللي يتحرى يغمسني. اهتمت متوات ولا تمشي ويقوم ياسر عاد الحين. والله عليك شوف الزين، شوف الزين وين ما تصد، وين ما تصد الليتات والمهرجانات والدنيا والعلم والخبر. يا سلام سلم، حافظ عليك يا لندن، حافظ عليك يا لندن. يا سلام سلم تبارك الرحمن ما شاء الله. امس الحوار اللي توه دار اقول من الصبح اشاور اخوي عبد الله واقول له الخادم من هنا لندن ما شفناه هي. غير من دخلنا المحل الحين سبحان الله شفناه اخوي هنا. شو يا ابو الله يريد نصيبك من هالعين رحت بشوفكم وما اليوم مرحبا بكم سهلا. الله ييسر اموركم. الله يرحبك. عند الفنان غاوي وزين وانت فنان وخفيفه بلاد خفيفه. الله هلا 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 هلا. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف انت؟ والله مليون مرحبا. ما بغيت تي؟ عيزنا من حنت رياك؟ والله عيزنا؟ والله مليون مرحبا 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 عبد ابن محسن. ايش حالك اخوي؟ كيف انت؟ والله مليون مرحبا وسهلا. يلا الله يحفظك. يا الله يمين العرايس يبنك من عندنا ابو ظبي، كلهم قال لنا بالكويتي. والنعم. ايش رايك؟ رايي من رايهم. بس خلاص. غايته. بس سيد بين العيدين عرسك. ابشر. مخاطب لك واحد من هالاربع ابو ظبي. والنعم. ايه ترى سماكه لازم راعية بحر. سماكه يعني شنو؟ راعية بحر. وسماميك هلها. الله يبوكم ما هان علي خطف من غير ما اصور لكم هالبيت. بيت لونه سماوي. يجنن. هو بيت هو فندق شو هذا عاد الله أعلم به، لكن عيبني لونه لون سماوي شيء غريب عجيب هاللون عيبني. قلت أصوركم يا ما يندرع، لكن أتوقع أن هذا البيت وهذا البيت بيت ريال أول ما أخذ حرمتين. الحرمة الأولية هاي العودة عادة أم العيال ليابة البذر مزرعت البيت كل العيال تمت هذا بيت. خذ البوي الحرمة الجديدة وخذ هالبيت هذا. هذا ما يابت عيال. يابوا اثنين من الملجأ وربوهم. وعقب والله شو بقولكم؟ ما الله كتب انه يستغرون وطلق هاي وتموا عاد العيال اللي من الملجأ. والحرمة هاي انفصلت عليه وتموا عاد العيال باثنين. واحد خذ دورين والثاني خذ دورين. اللي اكبر منهم عطوا الدكاكين اللي تحت وفتح فيه المطعم هذا. خدمة من قال هذا. أول البارحة كانت ثلج ولا متى؟ البارحة. بارح تمس كان ثلج. درجة الحرارة 2 تحت الصفر. واليوم 14 فوق الصفر. يعني 16 درجة الفرق الجو. يعني من تحت الصفر لفوق الصفر ب 14 وقبل 2 هاي 16. يعني من عز البرد إلى عز الحر. هي والله يعني في خلال يومين ينجلب الطقس النمونة. سبحانك يا رب. لكن الحمد لله اللي حين من عقب نص ساعة من قبل نص ساعة شي ابتدى شوي يتلطف الجو حين شوي وانا لابس هالطربال يهاب على ينبي روحه يا بك يبالي حمالي يشل هاي اللي انا لابس انه. لكن من قلت لا حين بس زرزرت ما دريت منه بيستوي حر اليوم 12 درجة الحرارة حين وهاللي لابسني يا ابوك ما ينشل ما ينلبس ما ينشل والله طن وزنه طن طلع لي ترابيز ما يحتاج اتمرن تمريني مني وفي اليوم هذا بعلي على الله يحفظكم. الشوارع الجميله اللي عبثني شيء جميل نسوي الاناره في طريقه حلوه حلوه. وبعد هذا الله يحفظكم بعد من الشوارع اللي فيها إنارة ويا زفيلي قلت أصوركم إياها. وهذا هذا خلع هذا طاري شو شيء 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 والله شور عندك مرة أنت اللي تبغى نصورك ولا تبغى تصورنا على هواكم والله يوم كنتي تنعطون بيزات حق حد يصور وياكم ترى الممثلين مال تركيا كيف شوفك كل شرب بيزات وين أنت وأنت سمعوا بضبي عندنا هالنمونة الله يحفظكم. اليوم يوم اللي مشي ما قصرت ما شاء الله علي بسم الله علي الرحمن الرحيم خير لنا حينه.
لكن يوم طالعت هذا العداد اللي يحب يحسب المشي 25 كيف يعني هالمشي كله من صباح الله خير نحن نمشي 25 كيلو معقول أظني يكذب هالحساب أنا أقول يمكن 37 10 صرتهن التليفون بالعدد ولا لا ما طايب ما زين للمشي في المطر ما زين المشي في المطر اي والله يجنن المشي في المطر بسم الله تقولون الأول شيء مسلسل بسم الله الشيطان عفو ينقبني طايع يبين بسوي أكبر زوم عليه لكن ما يبين لا بطاقية الإخفاء ما طايع يا ولد الحلال يا ولد بس عند سنطوانة قدامه يا عمري حد يظهر الصبح ويا الحين اوه يا التعب يا التعب اللي فيه يا رب البيت والحرام هاي يسمونها الرغدة الأول الرغدة نسمع بها اليوم شفناها وعشناها الرغدة غير رمول حد يسترغدها الرغدة تفضل اي والله متع صباح الله خير وكل مشي على الريول والله يا ابوكم لا وجود يضيج من قدام هذا اللي اخذتن انا الحين هذا اليوم اخذتن من عندهم انزين لحد يسالني عن بكم لاني ما بقول هذا اولا ثانيا اللي يني لسامي ضافوني اليوم على انستغرام بحط بشل 12 بوديهن لهم بكره ولا ورا بكره على فاقتي بوديهم 12 اسم وهم بيضيفونهم بيتواصلون وياهم بياخذون عناوينهم وبيندبونهم اياهم لين بيته لين مكانه من سلفرج زين وال12 اللي عقب تاريخ واحد بنطرش ال12 الاسم اللي عقبيين يعني المجموع 24 نفر اللي بيستفيدون يلا صبحون على خير وإلى اللقاء مع السلامة.